بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار المفتي مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. فضيلة المفتي، الكثيرون تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى في الأزمات والشدائد، حيث يعني تتفرغ كل القلوب من كل حول وقوة غير قوة الله سبحانه وتعالى. فهل اللجوء والتمسك بحبل الله المتين قاصر على وقت الأزمات فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسلم في حياته ما بين الرخاء وما بين الشدة، ما بين أن تمر الحياة سهلة وما بين المصاعب التي يمكن أن تعتريه في هذه الدنيا، نعم، فليست الحياة على وتيرة واحدة، وإنما الإنسان بالفعل في زمن الشدة يحتاج إلى أن يلجأ إلى ربه عز وجل. وكما يقولون، في زمن الرخاء وفي زمن السعة وفي زمن اليسر الإنسان يكون في نسيان في الحقيقة، وهذا خلل، لأن الإنسان هو مطالب بأن يكون مستحضرا للجوء إلى ربه على الدوام في السعة والرخاء وغير ذلك، كما هو بالفعل في حالة الاضطرار. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نأخذ وأن نستعد في زمن الرخاء لزمن الشدة. فخذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، وهكذا. فكأنه يوجهنا صلى الله عليه وسلم أننا في حال اليسر والسهولة والرخاء وغير ذلك مما تسير فيه الحياة سهلة، علينا أن نستعد لأوقات قد تصادفنا وهي أوقات شدة وأوقات صعبة. فنستعد، كيف نستعد لهذه الأوقات؟ كيف نأخذ من شبابنا لهرمنا؟ كيف نأخذ من صحتنا لمرضنا؟ المرض بالفعل هو زمن اضطرار وزمن صعوبة، وكذلك الشيخوخة والهرم عندما يكبر الإنسان كثيرا، فإنه يحتاج إلى أشياء أخرى غير مرحلة الشباب. مرحلة الشباب مرحلة قوة، ومع ذلك ومع هذه المراحل التي يكون فيها الإنسان قويا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الإنسان إلى أن يكون في هذه اللحظات مستمسكا بربه عز وجل، لاجئا إليه في كل حال. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني خلفه رديفا، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولئن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكأن هذا المنطق النبوي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير، وهو يعلمه من البداية أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستمساك بحبله المتين هو الأساس. ولهذا فإن حفظ الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء، وهو أن الله يحفظ الإنسان، احفظ الله يحفظك. حفظ الله تعالى يأتي بأن الإنسان يكون دائما متعلقا بربه عز وجل، دائما ملازم لأداء العبادات، التكاليف الشرعية، هو مداوم على اتباع الأوامر والانتهاء وتجنب النواهي، لا يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه، ولا يفتقده حيث أمره. صحيح. عندما يأمره رب العزة عز وجل بشيء
ينبغي أن يجده حيث أمره، وعندما ينهاه عن شيء ينبغي أن ألا يراه في هذا الموطن. وهذا كله إنما يأتي عندما يكون الإنسان يعني مستغيثا دائما بربه، صحيح، مستحضرا لربه على الدوام. أما أن يكون الإنسان منشغلا بأمور الدنيا فإنه يكون مفتقدا لقضية الحفظ. نعم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لأن الواقع يقول بأنه لا أحد يملك أن يفعل شيئا لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله سبحانه وتعالى، فكلنا خدم لبعض، وكلنا يؤدي دوره في الحياة، لكن بتأثير الله سبحانه وتعالى. حتى مهما ظننت أنني أخدم الأستاذ حسان في أمر من الأمور، فهذا هذه أسباب فقط أنا أقدمها، لكن الله سبحانه وتعالى سخرني لأن أكون في حاجتك، وسخرك لأن تكون في حاجتي، ولذلك كله مقدر في علم الله سبحانه وتعالى. فالأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفع الإنسان بشيء لن ينفعه بشيء إلا قد كتبه الله له. فكأن الأمة كل الأرض لو اجتمعت على أن يناقضوا إرادة الله سبحانه وتعالى لن يكون شيء. فلو كتب الله سبحانه وتعالى لي أن يكون الأمر الفلاني لي والأمة كلها لا تريد أن يكون لي، فإرادة الله هي الغالبة. ولذلك عليك أن تلجأ إلى ربك لأن بيده مقاليد كل شيء. نعم نعم. لكن هناك من فضيلتكم من ييأس مثلا من رحمة الله، هناك أيضا حالة أخرى تقول أن ذنوبها كثيرة وبالتالي لا تلجأ إلى الله. كل إنسان مطالب بأن يلجأ إلى ربه عز وجل وبألا يقنط من رحمة الله، مهما كانت ذنوب الإنسان من الكثرة، حتى وإن قاربت تراب الأرض فإن الإنسان إذا استغفر ربه وأناب إليه وتاب إليه توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، كما جاء في الأحاديث القدسية أن الله سبحانه وتعالى إذا استغفره العبد فإنه يغفر له حتى ولو أتاه بقراب الأرض خطايا. فإذا أنت أمام رحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى، وهي يعني في سعته لا يمكن أن يحيط الإنسان بها مهما أوتي من علم ومن قدرة. إحاطتنا برحمة الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا في هذه الأرض جزءا من 100 جزء، واستأثر عنده سبحانه وتعالى ب99 جزءا. نعم. من رحمته سبحانه وتعالى، من هذا الجزء فقط الذي أنزل إلى الأرض نحن نتراحم جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فلأجل هذا أنت لا تستطيع أن تقول بأن هناك يأس من رحمة الله، لا، الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. نعم. لكن يكتبها للذين يتقون، يكتبها للذين يتوبون، يكتبها للذين لا يأسون من رحمته إنما يعودون سريعا إليه سبحانه وتعالى. فالجأ إليه في كل حال، حتى ولو كانت ذنوبك كثيرة، حتى ولو كنت في أحلك الظروف، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولنا في الأنبياء عبرة، يعني دعوات سيدنا محمد، دعوات سيدنا زكريا، دعوات سيدنا يونس، يعني نعم. يعني أنت بالفعل عندما تنظر في مسيرة الأنبياء جميعا بتلحظ بأن هناك لحظات في الحقيقة يعني فيها من الشدة، سواء كان في الجانب المعنوي أو الجانب المادي. ففي الجانب المعنوي مثلا نجد أن سيدنا زكريا عليه السلام يعني بعدما بلغ مبلغا من العمر وهو كأنه في هذه المرحلة لا يولد لمثله، يا سلام، بمقاييسنا المادية مثلا لو واحد أو واحدة ست وصلت 70 سنة أن لها أن تنجب، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولذلك لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام وهو يكفل السيدة مريم عليها السلام
لما وجد عندها رزقا لم يكن معهودا أن يكون هذا الرزق في هذا الوقت، كأن مسبب الأسباب يعني هذه تنخرم لها القوانين إذا أراد الله سبحانه وتعالى. هنالك في هذه الحالة، الحالة التي لا يمكن أن يكون فيها مثل هذا الأمر، وجده هو حيث لا سبب معين، هنالك دعا زكريا ربه، والله سبحانه وتعالى استجاب لدعوته. وحتى عندما يتساءل كيف يكون ذلك، يكون الجواب أن هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، ولا راد لفعله سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء. نعم. وعندما يكون الإزاء بدنيا فإن الإنسان يلجأ إلى ربه عز وجل. يعني انظر مثلا إلى سيدنا يونس عليه السلام وهو يعيش في ظلمات فوق ظلمات، يعيش في ظلمة الليل ويعيش في ظلمة البحر ويعيش في ظلمة الحوت، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ومع ذلك عندما يعني يستغيث بربه سبحانه وتعالى كل هذه الأمور في الحقيقة تزول، ولا يقف شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن يعني نعتبر ونتعظ من كلمات صاحب الفضيلة بأن الله سبحانه وتعالى دائما معنا في وقت الشدائد والأزمات، نلجأ إليه سبحانه وتعالى لكي يتم حل هذه المشاكل وهذه الشدائد. نشكر صاحب الفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نشكر فضيلتكم. شكرا. أشكركم وتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامج حوار المفتي.